السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى اللايكات والمتابعة مستمرة وباكم تفجرون هالسلسلة لآلاف اللايكات. إن شاء الله نوصل عشرات آلاف المتابعين. المهم أنا غشيت شوية، صرت الستور نزلت لي تقاطع انترسكشن، فالحين عدلت شوية الزحمة هني. اللي حاصل الحين نحن نبغى نسوي اكسبانشن ولا تمدد لوجه السكان اللي موجود عندنا، فجالس افكر في طريقه ادخل هذا ضمن الزحمه. مشكلة انا ما بستغني عن الشارع العام هذا، لان لو استغنيت عنه معناه ممكن ان يكون في مشاكل، بس محتاجين نفضي الشاطئ شوي، لان شوي شوي الشاطئ راح يكون عباره عن اكتيفيتيز ومش عباره عن شو بيوت، مجرد بيوت. فكانت الفكره اي هني ونرس مجموعه شوارع. خلينا نحط اشاره اساسي هو هذا ممنوع الالتفاف، زين، وبنحط هني الشارع الاساسي. طبعا هيطلع منه تفرعات وما عندنا اي مشاكل. هني راح ابدا احط شو الناس اللي مثل ما تقولون بتكون عايشه في هذه المنطقه، عباره عن اجين قلنا بنسوي تصميم المربعات اكثر شيء في المدينه لين نوصل لمرحلة معينة، بعدين راح نوقف التصميم هذا إلى تصميم أكثر. يعني طبعا بخلي صوب الشارع الرئيسي فاضي شوي، بحاول إني ما أعبيه. تعرفون أنتوا الموضوع، ما أدري أخبركم، تعرفين السيستم ماشي حاليا بالطريقة هاي، شبه مربعات. راح يكون في خدمات هنا فقط على أمل إنها تغطي المنطقة من كلا الجانبين. إنزين، هني ما عندي مشكلة ترى أسوي تقاطعات، بسوي شارع رئيسي أنا. قلت لكم التمب تول تمسكون هذا نفس ما قلنا كنترول شيفت راح يخلي هذا لين آخره كامل كامل شارع أساسي، هو فعلا شارع أساسي عندنا في المدينة. طبعا راح نخلي مساحات وأشياء نحن في المدينة ما راح نستعملها. على ما يبدو الكهرباء عندي مشاكل فيها، تصدقون؟ بس الكهرباء إذا عندي مشاكل بسيطة مو مشكلة، وسير عند الميزانية بنزيد وجهة الكهرباء زين يحللنا المشاكل هذا. انزين الحين بنمد ماي للمنطقة هذه. الماي هني الحين البات ترى مش رخيصة، انتوا توكم بادين اللعبة، لين يبدأ مدخول اللعبة يستوي مدخول جميل ترى البيبات مكلفة. انزين وبنطلع كهرباء للمنطقة عن طريق هذا المكان. حاليا يبالي اسوي تنظيم او ترتيب للكيبلات مع الوقت واغير اشكالهن، لكن حاليا ما بقى انا احط. هني ممكن، هني ممكن بيوت، هني ممكن نحط بيوت، باقي الاماكن لا، مش لا، في الوسط راح احط مجموعة دكاكين وراح اغطي المكان الباقي ببيوت. هني بعد ببيوت راح ازيد يعبية مال المنطقة. بما ان عندنا نحن الترام قريب نقدر نحط نقطة ترام اضافية للناس تتنقل فيها، يعني ممكن انزل ترام عن نص الشارع هذا كبر حوله الى اربع لينات زائد ترام في الوسط اللي هو من احلى الشوارع، لكن مش فاتح عندي للحين. او احيد كان مده هذا، لا هذا هو موجود. بنيو ترام تراكس نقدر نسوي ابجريد حق الشارع كامل مع ترام، وهذا ما ياثر تاثير فعلي على الزحمه، ونطلع الترام من هني. بس ما افضل، هي طريقه حلوه بتكون نايس، بس تعرفون شو، لا 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 لا، خلى الشارع اللي ما حد يقدر يلف فيه، بنزل نقطة ترام فقط هني. هالمكان اللي خليته فاضي يعني الحين بنزل فيه نقطة ترام مبدئية حق المنطقة، فقط عبارة عن ترام هني. مثل ما قلنا بنسوي الثيم القديم على ترام. خلنا نشوف الترام لوين بيه أول شيء. أوكي، راح يكسر العمود وهذا شيء سيء جدا، فبالتالي إذا بيسوي هذا الشيء راح يقطع الكهرباء عن هذا المبنى، راح يقطع الكهرباء عن هذه المنطقة. فمن الأفضل إذا أقدر مد من خلال الشارع أقدر، هي نحط
حطيت ترى معي بسرعة بنرد مد كهرباء. هذا هني ما اقدر امدها لسبب من الاسباب، بس هني اقدر تو ما عندي مشكلة، نقدر نرفع حب الكهرباء. ننزل الكهرباء من هني وننزل الكهرباء من هني. هذا مرتفع على اساس الترام واللي هو اتس فاين يعني اوكي ما القرن يعني. بس الحين الترام راح يدخل في مرحلة زحمة. انا خط الترام عندي بعده مش مرتب 100%، ولكن نرتبه شوي شوي. خلنا نسوي الترام يدخل من مكان يطلع من مكان. لا خلنا نسوي دائرة لوب الطريقة هاي، ونحطي لنقطة الترام وصلنا من هني الين صناعية والعكس. انا بس ابغى توصلني لوين؟ لين هني. خلنا نغير النقطة لين هني اوكي، وترجع النقطة هذه. في عندنا مشكلة كهرباء صح، والمشكلة هذه نرد نسكر الترام. الحين الترام محتاج نوصله بخطوط شاه مثل ما قلنا قبل، بخطوط هني. هذا نفس ال... والله تصدقون هذا حلو يعني، جميل جدا مع الترام. نسوي بالطريقة هاي، هذه المنطقة بس زين. نسوي وقفة ترام هنا كاملة. شو ترام كامل منتي. خلني خط خط هذا، خط خط هذا، خل يا زحمة الناس، يا زحمة الناس. في ناس بتنزل اتصور هني وبتي عند المنطقة هذه. اوكي الحين لازم نطور الكهرباء، بس الكهرباء للأسف ما عندي غير هذا، ما بقى له شيء. بس بعدني بحط محطة ثالثة فحم، لان عندنا شوي مشاكل راح بننزل ميزان الكهرباء لان رافعينها نحن قبل. زين، ونبى نحطي إعادة تدوير مركزين على الأقل، مركزين غير. وإذا نحطي الأربعة أوكي أفضل، بس ما عندي فلوس حاليا أربعة، على أمل هاي اللي يغطون حاليا. أوكي يغطون، أوكي نايس، شوف أمل يغطون الاندسكيب. زين الحين التراهم اللي هني صراحة يعني أوكي. زين خلينا نسير عند ال تيم مال، خلينا نسير عند ديرة. هاي حطيته بالغلط بس مش غلط، خليه حاليا تيم لنا صاعودة فيه غير هني. يستوي عندنا منطقة شبه سياحية، والله هو اذا نحطي شبك عليها تستوي احلى ترى على فكرة. نجيب واحدة من الاشباك شبك الزارع، لا نيتشر ريزيرف، هي ممكن نحط الشبك هني، بس ما نبى نكسره. والله حلو الشبك على المكان، بس شبك من هني لين هني. بسوي تي طبعا، يخلي الموف تول يخلينا نعدل معظم الاشياء اللي موجودة عندنا. هذا من اهم التولز عندي، انا بدون موف تول صعب اعيش الصراحة في اللعبة. حطيه من هني لين هني، نيب الناتشرال ريزيرف من هني لين، صعب جدا طلع الصراحة. بسوي حطي خط هني تول، شللنا شيرة مو مشكلة عادي، نرجع الشيرة رجعوا هنا. هني كان عندنا سياج هني انا ادري، لكن على اوكي لا ممتاز الحين ممتاز.
بس على أساس الناس يكون عندهم منظر أحلى ممكن. لا لا أوكي المنظر حلو ما عندك مشكلة، منظر جميل جدا جدا جدا. ملاحظين شير شكله يتغير زين. ها معناه صار عندنا هني منطقة حق الترام. الحدائق هني لازم نسوي لها اكستنشن بعد، على مرحلة من المراحل لازم يكون عندنا الحدائق مزروعة زين. خلينا نشوف شو موضوعهم هاي، هاي الموضوع اوكي. خلني ازيد حبة او اثنين دام اقدر زين. خلي ينظفون، خلي يفضون هذا شوي لانه محتاجين بروسيسنج باور حق هالسوالف، محتاجين الخدمات هاي بكثرة. نحن مدينة قاعد تكبر بسرعة، قاعدين نسوي شو اسمه توسعات كبيرة ومحتاجين إلى خدمات أكبر. إنزين الحين في حال بغينا نمدد في صديقنا هذه المزارع، أبا أول شيء أسوي أغير نظام هذا التعبان اللي أصلا ما داية اللي قدامه فرق يعني. جيب شارع من الوسط، بنحاول ننقل هاي لهني ونشوف فعلي للنقل. الشارع بيكون صغير عليها مع فكرة، لكن أظني تزفاي زين. نسوي شارع عدل ونمد للجماعة الطيبة شوي. استوى عندهم كمية ماء زيادة زين. هل استوى عندهم مكان أفضل الحين صراحة؟ مكان جميل زين ومعزول نوعا ما بالنسبة للمزارع. نقدر نزيد الحقول حقل أو اثنين، هاي حقلين يكفي وزيادة حقهم. نقدر نضيف نسوي إضافة ثانية صراحة لإضافة بشير بشير غير شكله قمة الروعة حق. اوكي وين خط اشجار هني ونكمل خط الشارع يعني. اذا كملنا لان الخط هذا صح مش سيدة بالنسبة للشارع بس سيدة بالنسبة لمنو؟ المزارع. انا همني الحين المزارع تكون محطوطة بشكل افضل من قبل يعني الصراحة. والحين كلهم بيون بيطلعون من هني. شارع اتوقع شوي ضيق بس عادي، ممكن عادي عادي اموره طيبة جدا جدا. يمكن تستوي زحمة نقدر نوسع الشارع قبل نروح هذا بدون اي مشاكل ان شاء الله. هنزين الحين اذا سوينا بالطريقة هاي نحن هني معناه قاعدين نتوسع اسرع. هني شو اخبارهم؟ هاي بتوسع صدق لما يجينا القطارات، بس القطار مطول لان القطار ياخذ 11000 واحد ونحن تونا على 5000 نفر. انزين الحين الشغلات الثانيه اللي ما عندنا مثلا بيسك نيرسري ما نبغى فور ستار نيرسينج هوم، احس اوفر كل. العياده ممكن نستفيد منها في مكان، ولكن حاليا هني محتاجين خدمات. نحن ان هني هذا المكان بالذات يفتقر للخدمات. نحطي لهم مع عيادة وممكن يعينون المناطق الثانية على فكرة مش مجرد. هاي كم كانت؟ هاي 15000. 15000 ايه عادي، لا بنوصل 15000 يعني مش وايد فلو. بس شو اخبار الانكم مالنا؟ نشوف شو اللي دخل شو اللي ما دخل علينا فلو. والله دخل، دخلت عيد دخل فلو ولكن كانت مواصلات ما تدخل كذا كثرة ما يدخلن. نحطي لهم لان مشاكل طريق اكثر من مشاكل ثانية. بيبنوا بيت صغير ما عليهم مشكلة لان اصلا اوريدي بدأت حرائق لان عندنا غابات فبدأت عندهم مشكلة حرائق. غير هذا منطقة بكبرها محتاجة توسعة طيبة اصلا. not enough money اكثر كلمة تخرني في اللعبة. زين نسوي شوي هاي بنقسمهم بالنص زين، وغير ان بنقسمهم بالنص
المناطق هذه ما عندهم مدرسة بعدهم، هم يحتاجون مدرسة صراحة. نبيهم بالطريقة هاي. هنا في مرحلة قلت لكم قبل، في شوي انتظار فلوس هنا في البدايات، في انتظار فلوس بس بعدين موضوع انتظار فلوس يقل وايد. انتوا كنتم موجودين معي بعضكم يعني في سلسلات ثانية، وشفتونا كيف الاقتصاد عقب يولع مرة واحدة من نبدأ أشياء وايد، ف عادي يعني دونت وري، الاقتصاد هذا كله يتعدل. انزين خلنا نحطي بعد بيوت 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 بيوت. انزين وهني كامل بيوت وراء للشارع العام، ما راح يجي الحين شارع العام. وش اخباره؟ ما في زحمة هني؟ ما في زحمة، في زحمة على الشارع العام بشكل عام. هذه الزحمة مش عيبتني احس بتسوي شيء. وبعد جالس اتريا نوعا ما اللي هو التول هذا اني احطيه في مكان استراتيجي، لانه هذا بعد يدخل علينا فلوس. فاذا احطيه على المناطق بشكل عام ممكن احطي لي واحد هني، واحد هني، واحد على الطلعة، ولا ممكن اسوي مرة على الشارع العام هني. اكسر هذا واحطي لي اثنين تولز، كل اللي داخل وطالع المدينة ندق عليه فايدة. مشكلة اخاف شو يجون من هني ياخذون الدرب هذا الطويل وكلهم يدخلون من هني. ما عليكم منهم جماعة يدورون شغل بلاش. بس بعد هاي فكرة مش سيئة ابدا. الحين التول كم تكلفته؟ صغير. تول وان واي تول تو واي مشكلته صغير على الشارع هذا، فمنحتاج اثنين وان واي. نكسر هذا، وقف اللعبة، وارد احطي التولز على راس الشارع وارد اوصلهم الواحد او 15 يعني نحتاج 30,000. زين وارد شو اسوي؟ اوصل كل الكونكشنات اللي موجودة في الشارع. هذا شوي بيزيد بعد المدخول العادي والمدخول العام للمنطقة. بس الحين مثلا المنطقة هاي ليش لحظة انا شفت شيء مش عايبني، خلنا نمسح الان اللي هنا. زين الحين اذا نحن بنسوي مثلا شيء اضخم، يعني فكرة اذا اسوي مزرعة سند، ولا مش مزرعة عفوا، شخبار الماي، الماي وضع صعب. هالاشياء اللي تطير فلوسكم اللعبة. زين وتيب فيكم العيد. زين والحين بحطي هذا عند الزاوية هني حاليا، نوصله على اساس ان الناس تمتد يعني. زين ولكن حاليا هاش اخباره كل هذا مش قادرين على اللحمه ولا كيف؟ لا اوكي. زين نسوي مكان دائري هني، نحط فيه حديقه، نحط فيه باركنات، نحط فيه يا ولكن في 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 افكار افضل، افكار افضل. لان هني بعد عندي منطقه امتداد صح، وعندي مترو هني، فممكن اكبر المنطقه هني بكل بساطه حاليا، او نسوي فكره التول حاليا. خلينا نسوي فكره التول. بس ويت يمكن ناخذ قرض لان الفلوس بتنزل عشان بنهدم. صبر بنكسر هالشوارع، نكسر الكهرباء، نكسر هذا، هذا صبر اكسره. اوكي ونحطي بالطريقة هاي ونوصل ثانية. Not enough money. Oh my god. ألف نبقى نوصل كهرباء. حلو ان التول ترى يوصل كهرباء. انزين اوكي الحين يا الله يا كريم الناس بتبدأ تدفع لنا فلوس بس على المشوار الدخلة والطلعة. المفروض يعطينا شوي مدخول، يعني مدخول حافز شوي زيادة، يزيد الحافز ولا يزيد البونس مالنا على قولتهم.
بس مكانه خطير جدا، بس مشكلته شوي يسوي زحمة، شوي يسوي زحمة. زين، بس ما عليه، ما عليه، يسوي زحمة. بس هني شوف الشارع بتبدأ، مفروض يزيد زحمته هني. شوف، فهني لازم أحطي تول، وهني لازم أحطي تول. شوف كيف الزحمة هني زادت، شوفها. أبل المدينة تدخل فلوس من كل ناحية ممكنة. الحين مثلا أنا أتصور الحديقة مالي مشيتني في خسائر، صبر، نوعا ما شوي تدخل فايدة. مش انزين، أما معناه ننتقل للخطة القديمة مالنا، نوسع هذه. زين، صبر، خل نحطلها بشارعين، وايد أشياء عندنا بعدها ما فتحت. على فكرة، على فكرة هالتصميم شارع عن مفصول بالطريقة هاي ترى وايد حلو. زين، مرة ثانية طبعا احنا وايد عدلنا على الشارع من استوينا، فخلنا نخلي مرة ثانية شارع رئيسي على أساس شو شوفوا هاي، يعطون درب افسح الطريق عند منو، عند الشوارع الجانبية، مش عند. قلت لكم شيفت كنترول كليك يعطيك كل شيء. انزين، هذا الحلو في التول هذا. انزين، الحين بما ان احنا سوينا هذا الشيء هني، لازم نوع من الخدمات هني تركب، غير الخدمات اللي هني بتركب. نحن شنو بنسوي؟ نكبر المنطقة، نكبر المنطقة معناها امدادات الماي، كهرباء، هاي الاشياء كلها مع الوقت شوي 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 كلها تكبر. ترى هذا هو. بس هني الفرق، ابي احط مونيمنت، ابي احط مول مثلا او سنتر شيء، واحط حوله دكاكين، او ممكن نسوي شيء خطة تعليمية مدخولية. بس هذا عقب شوي، مش الحين. الحين بس بوسع بيوت. ليش؟ لان البيوت هذه، خلنا نشوف، خلنا نشوف طريقة مختلفة شوي. زين، بخلي هذه المساحة كافية حق مشروع صغير، ولا اخلي هالمساحة حق مشروع. طيب، نجيب هذا هني، نبدأ نحطي هني. يمكن تركب شوي خدمات، يمكن مدارس، يمكن جهة ثانية. هذه المساحة بخليها فاضية حق بعدين، لأن هذه المساحة راح تهني زيادة. خلها في اللعنة، هاي في هاي الحين حق طول، بنزيد أماكن تواجد الناس. الحين هذه المنطقة الفراغ هاي مفروض أسوي فيها مشروع من المشاريع اللي في بالي، وأمدها على هذا الأساس. بس خلنا نوصل كهرباء في المنطقة هاي أول. مدينا كهرباء، أوكي. كان عندي شو اسمه without tool without road، مد الكهرباء من الشوارع نفسها، لكن المشكلة اللي بواجهها هني لكن هني لكن صغار صغار شوي هني. الدكاكين طلعت، مفروض تقعد تمد لنا شوي كهرباء، لان ايوه ومدت ونايس، بدون كابلات زياده. والله المكان زحمه، ليش يجون من اخر شيء هني؟ كترة وكيك اسمه كي المزارع وضعها تمام. بس شو الزحمة اللي عندهم هني؟ ما عندهم زحمة ضخمة وما عندهم شيء. الحين الانتاج قرب يوصل، بس يباله ووركرز بس زيادة حق النكست ليفل. ووركر زيادة، ممكن نضيف شارع هني. نمد الشارع بيك تاون، نايس داون. وصلنا مايل ستون ثاني هنا، خلنا طريقة
الحين صار عندهم مدخل ثاني واللي هو زين بيخدم المنطقة ترى، بس هذيله فل، هذيله اولموست فل، واللي هو شغلانة شوي. هذا الحين المنطقة احنا بس بنزيدها عشان نزيد الوركرز شوي اقل ترى. رايت فرايت ورك اوت اوف 20 الى اخره. ليفل 2 فارم، انزين ليفل 2 فارم خله حق بعدين، ما عندنا رفاهية الوقت حق هذا. البيك تاون شو يا معه، خلينا ندكلك بيزي تاون، بيزي تاون فور ليجر توريزم، فتحوا سايت سينج تورلي بس اور اندستري ولا اويل اندستري توريزم سبيشاليزيشن. عندنا فري بابليك ترانسبورت، هاي الكل بوليسيز قوانين جديده اللي ما نستعملها، عندنا اشياء جديده فتحت شوارع اللي هي من متى نحن نترياها تفتح الصراحه و... واشياء كثيره مزرعه سمك الى اخره الى اخره الى اخره. انزين الحين بيك تاون، بيك تاون شوي المواضيع راح تتغير فيها، بس الحين الحين نحن اللي نطمح له ترى اللباس حق السياحة. ما اقدر ابدأ سياحة الحين، مشروع مش ناجح ابدا. في عندنا تشيرش كنيسة بنعتبره مسجد مالي، بنحطي حق حد في ابا منطقة دراسية، بس المنطقة الدراسية بعدها يبالها 8000 شخص. افكر اسوي هذا حرم جامعي والمساحة الزايدة. الحين عندنا شوي فلوس مثلا كورت هاوس، لا اوبرا هاوس عندنا بيكون شيء زين. مش نايت كلب، لا فانزو مول بعد ممكن نحطي وش مو نفس شيء. هني نسوي نحطي باركنات ونسوي تصميم سعره مناسب 56000، ممكن يبدأ يبلنا سياح وشوفوا على حدود الازعاج. انزين خلنا نسوي بوش مول، زين نسوي بوش مول. الحين بنبدا نشوف شوي شوارع اشكال مختلفه، نسوي بالطريقه هذه. زين بني بالمول نضيف الخط على او لا نسوي بالطريقه هذه. نعم بني بالشوارع هذه مع الشارع هذا، نعم. بس هذا الشارع افضل اني اشله واسوي مكانه طبيعة الحال. انتم تشوفون اول شيء تكون كمية باركنات، كمية باركنات انا في زحمة حلوة على المكان غير الباركن. ابا اجيب على الاغلب نقطة خلنا نحط الباركن الاول نيب نقطة صديقنا اللي هو الترام لين هني. طب احطي بارك نعود حول الشير بدون ما كثر هذا اذي بهني واسحب هني شوي. هذا ايب واسحب هني شوي. هذا شوفوا اندمج مع الشارع الثاني ما طعن اندمج. هاية البارك هني مش موصول بس الشكل اوكي. نزيل نيب اكبر هنا هنا عندي تول ثاني ناقص انركي. بدون انركي كي ما بقدر اسوي البارك هناك اصلا. ففي مشروع ثاني انركي عقب بنزله. تكتشفون مرات انكم تنزلون وتنسون بعض الفات وهي الامور. حتى سيرش التول ما عندي فبالتالي لازم ادور مانيوال على كل الامور الثانيه. انا اشوف حدايق يكون انها في العاده الباركنج مو منزل باركنج. الله نزل اي باركنات. زين ممكن حاليا نستغني عن الباركن هذا. الباركن هذا وضع مش اوكي. زين احطي مكانه حدايق. عندنا حدايق كبيره كذا حديقه هني حديقة هني بعد الجمهور ونحطي ممر بينهم اللي هو هذا. والله هذا تعبان. خل هذا نفس الباقي ديرت رود
وصل هذا هني حاليا. نقدر نسوي صفة شير، صفة الشير خلنا فنانها ها زي الفل. نعم حطي لنا من شوية شير هني وعدل شكل المكان شوية. كهرباء اجين اجين يبغى 62,000 على اساس اني اضيف كهرباء. فخلنا نحط كول بلانت بعد واحد. لا لا كول بلانت بجت كهرباء. شوف وضع الكهرباء الحين. اوكي وضع الكهرباء زين زين. الحين هذا شوي بيبلنا سياح يعني، بس مش انه ما اشتغلنا سياحة ترى يعني، بعدنا كسياحة سياحة ما اشتغلنا. وقت الحلقة خلص جدا جدا. والحلقة القادمة على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.